لاهاي سيد راجي سوراني عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ورئيس الفريق القانوني الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية. سيد راجي مرحبا بك. سيد راجي، هناك لغط في هذه الأثناء بخصوص كيفية قراءة قرار محكمة العدل الدولية، نريد أن نعرف منك كيف تقرؤون هذا القرار، وإن كان قد لبى ما طالبت به الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أم لا؟ تقدير القراءة بسيطة وسهلة جدا، وبإمكان سماع ما علق به نتنياهو وسماع ما قال به الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية كي نعرف مدى خطورة القرار على دولة الاحتلال الإسرائيلي. محكمة العدل العليا صنعت اليوم تاريخا بقرارها هذا، وأنصفت الفلسطينيين إلى مدى بعيد، وعبر ما قدمته من أسباب في اتخاذ هذا القرار بالإجراءات المؤقتة provisional measures وتعديدها والتصويت على كل فقرة منها، هي تبنت بشكل أولي الإتهام ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنه يمارس الإبادة الجماعية. نحن نتحدث عن التهمة الأخطر في العالم وعن التهمة الأخطر في قانون المحكمة الجنائية الدولية وفي المحكمة الجنائية الدولية. إذن المحكمة قررت ببساطة وانتصرت لحقوق الشعب الفلسطيني، للدم الفلسطيني، للأرواح الفلسطينية، لما وقع من دمار وتجويع وتهجير قسري للفلسطينيين، وقالت أن على الاحتلال ببساطة ووضوح شديدين أن يوقف هذه الإجراءات جميعا، وهذه الإجراءات هي مكون جريمة الإبادة الجماعية. لم تكتفي المحكمة بذلك، هي ذهبت خطوة أكثر من هذا وقالت أن على دولة الاحتلال الإسرائيلي وفريقها القانوني أن يرفعوا خلال شهر من اليوم مذكرة للمحكمة يقيم فيها مدى التزامهم بما تم إصداره من قرارات. نحن لا نتحدث هنا عن رأي استشاري، نحن نتحدث عن قرارات من قبل أهم محكمة على وجه هذه الأرض. ربما اختلط على البعض وعلى العامة تحديدا أمر، وربما البعض أرادها بشكل مخصوص أن يثير الشك والشبهات حول هذا القرار بقوله أن المحكمة لم تنص صراحة على مصطلح وقف إطلاق النار. أنا أريد أن أسأل ببساطة شديدة، كيف يمكن وقف القتل الجماعي؟ كيف يمكن وقف الإصابات واسعة النطاق؟ كيف يمكن وقف التدمير الواسع؟ كيف يمكن وقف التهجير القسري وحالة الرعب التي تزرعها إسرائيل في قلوب وعقول الفلسطيني في قطاع غزة؟ كيف يمكن وقف التجويع؟ كل هذا ما لم يتم وقف إطلاق النار لن يكون هناك إمكانية. لذلك قالت المحكمة أن على دولة الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر من اليوم أن تقوم برفع مذكرة بما التزمت به، وإذا لم تلتزم، وهذا هو تفسير هذا الأمر، وكانت المحكمة تحذر في هذا الأمر أنها ستتخذ إجراءات أكثر. أنا أريد أن أذكر أن المحكمة عقدت فقط يوم 11 يناير، إحنا اليوم 26 يناير، المحكمة بعد أسبوعين من انعقاد جلستها الأولى قامت بعقد هذه الجلسة وأصدرت قرار في منتهى الأهمية. عندما يتم اتخاذ هذا القرار من قبل هكذا محكمة، ونحن نتحدث عن محكمة بها 17 قاضيا، هذا يعني الكثير، وهذا يعني أن الحالة مستعجلة، وهذا يعني أن
هذه الجريمة يجب أن توقف. هي قالت نحن لم ننظر في متن، في الحيثيات، في الأدلة، في الإفادات، في المواد الجرمية، ولم نقرر بعد، لكن أنا بتقديري كان من الواضح تماما أن مجرد إصدار هذا القرار هو قبول بالإتهام لإسرائيل أمام هذه المحكمة ومطالبتها بعد أسبوعين فقط من هذا القرار، من هذه الجلسة، باتخاذ هذه الإجراءات لمنع القتل الجماعي، لمنع التدمير، لمنع التهجير القسري، ولمنع التجويع عن سكان قطاع غزة. هذا قرار بكل المعايير هو قرار تاريخي منصف وعادل ويبنى عليه. طيب سيد راجي، بعيدا عن قراءة العامة التي ربما كانت ترتجي استماع إلى وقف إطلاق النار بشكل واضح وصريح حتى يعني يعوضها ذلك عن كم الانتهاكات والجرائم الواقعة بحق الفلسطينيين، الخارجية الأمريكية والبيت الأبيض قبل قليل قال بالإضافة إلى ما قاله نتنياهو إن قرار المحكمة يتفق مع رؤيتهم وبالتالي لم يطالب بوقف إطلاق النار، بل ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى أبعد من ذلك، قالت لا يبدو أن هناك أي دليل أو إثبات فيما يتعلق بمسألة أن إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية، ونتنياهو قال إن المحكمة أيدت بطريقة ما أو بأخرى حقهم في الدفاع عن أنفسهم وهي لم تلغي عنهم ذلك الحق. كيف تقرأ هذه القراءة من قبل الدولة التي صدر بحقها القرار والداعم الرئيس لهذه الدولة؟ في ألف وباء. ألف أو السؤال الأول هو يتعلق بأمريكا، وكأننا نحن اكتشفنا القمر. أنا ابن غزة، غادرتها فقط قبل أسابيع، ونحن لم يعني نغفل للحظة أن الإف 35 والإف 16 وقذائفهم هي صناعة أمريكية، وأن قذائف الدبابات هي صناعة أمريكية، وأن حاملة الطائرات جاءت إلى شواطئ غزة بعد عدوان 7 أكتوبر. أمريكا هي شيطان لنا ونحن لا نكتوي بنارها فحسب، نكتوي بقذائفها وبأسلحتها، وهي أعطت وتعطي دائما لإسرائيل الغطاء السياسي والقانوني، وهذا يعني ليس جديد عليها على الإطلاق. بالعكس، إذا اتخذت موقف غير ذلك يكون مفاجئ لنا. هي من تحميها في مجلس الأمن وهي من تزودها بالسلاح لقتل الفلسطيني. لا مفاجأة في الموقف الأمريكي على الإطلاق. الأمر الثاني، المحكمة قرارها واضح بسيط لا لبس فيه ولا التواء، وهو بكل معايير إدانة لإسرائيل، ليس فقط على مستوى ضرورة اتخاذها هذه الإجراءات التمهيدية التي أصدرتها لبروفيجنال ميجرز، لكن في أمور أكثر من هذا. هذا لا يمكن أن يبنى بعد أسبوعين دون قناعة المحكمة الهادئة بأن هناك أمر خطير وجدي يجري على الأرض. بعد أسبوعين تعقد المحكمة جلستها لاتخاذ هذه القرارات، هذا في منتهى الأهمية. وحضرتك لاحظي كل قرار من القرارات التي تم اتخاذها تم التصويت عليه، بمعنى تصويت على كل فقرة من الفقرات التي تم اتخاذ القرار فيها، وكان التصويت بأغلبية ساحقة، ورئيسة المحكمة هي أمريكية، وكان التصويت 15-2 أو في بعض الأحيان 15-1. الاثنين اللي عارضوا، أولاً القاضي براك وهو إسرائيلي الجنسية، والثانية التي عارضت هي من أوغندا، وهي يعني لها موقف معروف.
عندما يتخذ القرار بهذه الأغلبية الواضحة، هذا أمر يعني يعطي للقرار أهمية ومصداقية أكثر. وأنا بتقديري محاولة أمريكا التشكيك بالقرار، تفسيره، إرهاق التفسير له، يعني بن غفير أيضا قال إنه هذا القرار انتصار لإسرائيل. يعني هل معناته بن غفير يعني قال ذلك يعني نحن نصدق ما قالوا، يعني أصبح هو الخبير والضليع في القانون الدولي؟ أنا أتمنى لو كنتم أنتم داخل القاعة عند صدور هذا القرار ورأيتم البادي لانجويج، يعني لغة الجسد للوفد الإسرائيلي، وتذمرهم وقلقهم وغضبهم من القرار، أو رأيتم الوفد جنوب الإفريقي، والذي شرفني أنني كنت من ضمن الفريق القانوني لهذا الفريق، وهو عيناه تغرق بالدموع ويحضن بعضهم بعضا. لا، هي بكل المعايير لحظة انتصار أخلاقي، قانوني، سياسي، إنساني للشعب الفلسطيني على دولة احتلال تمارس جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. اليوم صنعت جنوب إفريقيا بكل المعايير تاريخ، وشكراً لها على ما قدمته أمام هذه المحكمة. والمحكمة أثبتت استقلاليتها، أثبتت نزاهتها ومهنيتها، وانتصرت في النهاية لحقوقنا. أمريكا وإسرائيل يمارسوا شريعة الغاب باختصار شديد، هم يمارسوا شريعة الغاب بامتياز، ولا يوجد أحد شكك في هذا القرار غير أمريكا وإسرائيل بالمناسبة. طيب سيد راجي، ما هي الخطوة التالية؟ وعندما أتساءل عن الخطوة التالية فهناك ملمحين. الملمح الأول، مصير هذه القضية التي أصبحت الآن منظورة أمام محكمة العدل الدولية، وتقف أو يقف فيها الاحتلال الإسرائيلي متهما بجرائم الإبادة الجماعية. ما هو التالي فيما يتعلق بهذه النقطة؟ وفي الأجل القريب ما هو التالي فيما يتعلق بالقرارات والأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية اليوم ضد وإلزاما للاحتلال الإسرائيلي لوقف كافة الإجراءات والأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية؟ يعني أنا بتقديري أنه التاريخ قبل 26 يناير ليس كما بعده، واليوم علامة فارقة وضعتها محكمة العدل الدولية. مجلس الأمن سينظر خلال أيام في هذا الأمر، وأداة محكمة العدل الدولية هي ليس لديها جيش لتنفيذ هذا الأمر، وليس لديها قوة تنفيذية. المجتمع الدولي عادة هو من يتبنى مواقف محكمة العدل الدولية، وهو الذي يقوم بفرضها. إذا أرادت أمريكا أن تقوض النظام العالمي فهذا شأنها، إذا قبل المجتمع الدولي بأن يقوض النظام العالمي هذا هو شأنه. النقطة الثانية، أنه خلال شهر من اليوم سوف يتم دعوة الفرقاء مرة أخرى إلى المحكمة من أجل أن يقدم الفريق القانوني الإسرائيلي مذكرة حول التزامه بما صدر. وأنا بتقديري في حينها ستنطلق المحكمة إلى مرحلة ثانية، إما أن تفرض قرارها وأن تكون واضحة به بشكل كامل، وأن تبدأ، وهذا هو الأهم في نظر موضوع الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، بمعنى أن تطلب من الفرقاء تقديم الأدلة والبينات إلى آخره. هذا من الناحية التقنية، ومن الناحية الإجرائية سيكون مسار الأمور بهذا الشكل. أما
الأمر الآخر، أنا أريد أن أوضح أخت الفاضلة أن لم نعهد أو نعرف أن هناك سابقة في التاريخ تم تحرير أي شعب من قوة احتلال حربي بواسطة قرار محكمة، يعني ما في سابقة، وفلسطين لن تكون السابقة. هذه الجبهة يتم النضال والقتال عليها لإثبات حالة التفوق الإنساني والأخلاقي والقانوني، ولمن أراد من السياسيين أن يلتقط سيادة القانون لا شريعة الغاب بإمكانه التقاطه والعمل عليه. الموقف الأوروبي كان مخزي من 7 أكتوبر. قالت أوروبا بكل وضوح نحن مع حق إسرائيل في الدفاع عن النفس كما أمريكا وبريطانيا. هذا عار وعار كبير. كيف لدولة احتلال أن تملك حق الدفاع عن النفس؟ الاحتلال بذاته هو جريمة عدوان، ولا يوجد ما يمنح أي احتلال حربي مجرم الحق في الدفاع عن النفس. إذا نحن أمام حالة خاصة يجب أن يتم استغلال المحكمة وقراراتها من الناحية السياسية، كما يتم النضال أيضا على الجانب السياسي. هنا الفارق في قوة المحكمة إنه النقاش انتقل من نقاش سياسي مطلق وإتهامات مرسلة إلى المحكمة وإلى أروقة المحاكم بأدلة وبينات وأمور حسية وشريعة قانون. إذن هي كما قلت سيد راجي، هي لم يخترع القانون الدولي، لم يخترع الفلسطيني القانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني أو اتفاقيات جنيف الرابعة، ولم نخترع نحن وجنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. نحن لم نخترع ميثاق روما الأساسي. هذه هي عصارة وخلاصة التجربة الإنسانية والدولية. إذا أراد العالم أن يغير النظام العالمي بمعاييره ومقاييسه بإمكانه ذلك، لكن شريعة الغاب دائما وأبدا لا تخدم أحدا. إذن هي كما قلت رفعت القانون وسيادته في مواجهة شرعة الغاب. شكرا جزيلا لك سيد راجي أسوراني، عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ورئيس الفريق القانوني الفلسطيني لدى المحكمة الجنائية الدولية، كنت معنا بإنترنت من لاهاي، لك جزيل الشكر.